تطبيقات الحاسوب في المالية. صباح الخير. الآن راح نبدأ بمادة الأسبوع السادس من الانقطاع. الفولدر موجود، راح يكون فيه العملات الأجنبية فقط أو تحويل العملات، اللي هو تحويل من عملة محلية إلى عملة أجنبية وبالعكس. طبعا قبل ما نبدأ بالمادة، في عنا على الانونسمنت اللي هو أعمال الفصل. حسب قرار مجلس العمداء، حسب قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الآن راح يكون عندنا 4 واجبات. هاي الواجبات كل واجب عليه 10 علامات. الواجب مدته أسبوع، يبدأ من صباح الأحد إلى نهاية يوم السبت، يعني صباح الأحد اليوم إلى نهاية السبت أو الساعة 12 بالليل السبت القادم. بعد ذلك الأحد اللي بعده يبدأ الواجب الثاني. هي 4 واجبات، كل واجب عليه 10 علامات. وكذلك في ما يسمى المشاركة، اللي هي تعتمد على تفاعل الطالب وبناء على التقرير المستخرج من البلاك بورد. الآن راح ينزل لك الواجب. الآن موجود الواجب اللي هو يوم الأحد. حل الواجب بالكامل. الواجب لا يحمل على البلاك بورد ميل، إنما على ملف الواجبات. الآن راح نبدأ بموضوع العملات الأجنبية. طبعا لما نفتح صفحة الإكسل راح نلاقي سؤال بهذا الشكل. ماذا يعني سؤال؟ سؤال مش مكتوب عنه. فالآن نكتب صيغة هذا السؤال ونبدأ بحل السؤال. الآن صيغة السؤال: رغبت إحدى الشركات المحلية باستيراد 8 أصناف من السلع فتلقت عروضا. العروض عبارة عن أسعار من 3 شركات أجنبية. إذا هي بتستورد 8 أصناف. راح نرجع لها كمان شوي على الإكسل. هاي الأصناف تلقت عروض من شركات أجنبية بعملات مختلفة. الآن إذا بدي أختار الأقل، بدي أختار بالدينار، يعني بدي أحول هاي العروض الثلاث إلى الدينار لكل صنف، وأختار الأقل. الأقل نختارها بالإف، وراح نجي لها لاحقا. الآن عرض الشركة الأولى الأمريكية بالدولار، عرض الشركة الثانية الفرنسية باليورو، عرض الشركة الثالثة البريطانية بالجنيه الاسترليني، كما هو موضح في صفحة الإكسل. الآن لو جينا على صفحة الإكسل، هاي الأصناف من A إلى H اللي هي 8 أصناف. عرض الشركة الأولى الأمريكية بالدولار مثلا 20 دولار، عرض الشركة الفرنسية باليورو 18 يورو، عرض الشركة البريطانية بالجنيه الاسترليني 10 جنيه. مين الأقل؟ لازم أحولهم للدينار. الآن عندي 8 عروض، هي نفس الشيء. بعد ذلك نحولهم للدينار ونختار الأفضل. الآن وكان سعر صرف الدولار مقابل الدينار 708 فلس. الآن لازم قبل ما نبدأ بالحل نعرف نوع التسمية، راح نحكي فيها لاحقا. سعر صرف الدولار مقابل الدينار 708 فلس، سعر صرف اليورو مقابل الدينار 990 فلس، سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الدينار دينار و100 فلس. هاي مهمة، كلمة سعر صرف العملة الأجنبية مقابل عملة محلية، هاي نوع معين من التسمية. المطلوب تحويل العروض من العملات الأجنبية إلى العملة المحلية واختيار العرض الأفضل لكل صنف أو لكل سلعة. الآن الخطوة الأولى أعطانا سعر صرف الدولار مقابل الدينار، على ما أعتقد كان 708 فلس.
الآن كتابة 708 فلس راح تكون هي أقل من دينار، دينار 1000 فلس، فإذا 0.708 سعر صرف اليورو مقابل الدينار 990 فلس، فإذا 0.99. الآن سعر صرف الجنيه الاسترليني، دينار يعني 1.100 فلس. هاي النوع من التسمية تسمى التسمية السعرية، وهي سعر صرف العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية، يعني العملة الأجنبية تكون وحدة واحدة مقابل أجزاء من العملة المحلية. باجي أحكي سعر صرف الدولار، إذن هذا يعني الدولار الواحد يساوي أجزاء أو وحدات من الدينار. سعر صرف اليورو هذا يعني أنه اليورو أجزاء وحدة واحدة مقابل أجزاء من الدينار. سعر صرف الجنيه الاسترليني، الجنيه الواحد يساوي دينار وعشر قروش أو دينار ومئة فلس، فإذا الدينار عبارة عن أجزاء. فهذه تسمى التسمية السعرية. الآن لو أجينا على أنواع التسمية، بس قبل رح نعمل فيديو قصير المحاضرة القادمة عن التسمية والتحويل من تسمية سعرية إلى كمية أو العكس. سعر الصرف يعرف بأنه سعر يتم به استبدال وحدة عملة معينة بعملة أخرى، يعني عملة معينة بحولها إلى عملة أخرى، بجيب دولار بحوله إلى الدينار. تسمية أسعار الصرف اللي هو وحدة من العملة الأجنبية أو العكس طبعا، مقابل وحدات من العملة المحلية. إما تكون وحدة واحدة من العملة الأجنبية مقابل وحدات أو أجزاء من العملة المحلية، أو العكس تكون وحدة واحدة من عملة محلية مقابل وحدات أو أجزاء من العملة الأجنبية. الآن التسمية تتم بطريقتين، الطريقة الأولى اللي سموها ممكن المباشرة والثانية الغير مباشرة. المباشرة هي تسمية سعرية أو تسمى الأوروبية، وتسمى العملة الأجنبية كما تسمى السلع والخدمات. باجي أحكي مثلا كيلو البندورة يساوي 500 فلس، إذن البندورة ككيلو جزء واحد أو وحدة واحدة يساوي أجزاء من الدينار. كذلك التسمية السعرية باجي أحكي 1 دولار اللي هو وحدة واحدة يساوي مثلا 710 فلس، إذن الدولار وحدة واحدة مقابل أجزاء أو وحدات من الدينار. هاي تسميها التسمية السعرية، هاي التسمية المستخدمة بالأردن وأغلب الدول العربية. يعني لو رحت على أي مكان صرافة أو أي بنك ولاحظت تسمية العملات، راح تجد أنه دولار يساوي كذا دينار، يورو يساوي كذا دينار، ين يساوي كذا دينار. فإذا العملات الأجنبية وحدة واحدة مقابل أجزاء من العملة المحلية، وهي كما تسمى أي سلعة أو خدمة. النوع الثاني يسمى اللي هي الغير مباشرة، عبارة عن تسمية الكمية أو التسمية الأمريكية، وهي عبارة عن وحدة واحدة من العملة المحلية. باجي أحكي 1 دينار يساوي مثلا دولار و40 سنت مقابل وحدات من العملة الأجنبية، مقابل وحدات من العملة الأجنبية، يكون العملة المحلية أو تكون جزء واحد مقابل أجزاء من العملة الأجنبية. طبعا هاي مستخدمة أمريكا لأنه يعتبر الدولار هو عملتهم. الآن بالنسبة للتحويل من تسمية سعرية أو كمية، هاي ممكن تحتاجها حتى بالسؤال السابق، ممكن تحتاجها، وكل واحدة لها قاعدة راح نأخذها بالفيديو القصير القادم، إنه كيف تحول من تسمية سعرية إلى كمية والعكس صحيح. الآن لاستخدام أو للتحويل من تسمية سعرية إلى كمية أو العكس، نستخدم ما يسمى السعر التبادلي. السعر التبادلي هي 1 تقسيم سعر الصرف، راح نأخذه عملي في المحاضرة القادمة. فإذا الآن أصبح السؤال عندي كما يلي، طبعا المحاضرة القادمة راح نأخذ فيديو قصير عن كيفية تحويل من تسمية إلى تسمية، ماذا يعني تسمية سعرية وكمية، ونأخذ مثال بسيط عليهم. الآن السؤال اللي عندي، عندي 8 أصناف، تلقيت عروض بعملة مثلا أجنبية هون بالدولار، بدي أحوله إلى دينار
وقبل ما أحول بدي أعرف نوع التسمية. بعد ذلك يورو، تلقيت 8 عروض لكل صنف، بدي أحوله للدينار. هاي فكرة السؤال. الشركة الثالثة كانت هي الشركة البريطانية بالجنيه الاسترليني، بدي أحولها. طبعا تلقيت عروض أو أسعار للثمن أصناف، بدي أحولها إلى الدينار. بعد ذلك أختار الأقل من خلال استخدام معادلة الإف. هذه فكرة السؤال. طبعا في عنا حالة استيراد وتصدير، راح نتكلم فيها بالمحاضرة القادمة. الآن المحاضرة القادمة راح نكمل، نعمل فيديو صغير عن أسعار الصرف، كيف تحول من تسمية سعرية إلى كمية، كيف تحول من عملة أجنبية إلى محلية والعكس صحيح. بعد ذلك نبدأ بحل السؤال، ويعطيكم ألف عافية.